كمان البدعة تسيء إلى التعليم المسيحي. وعايز ألفت نظركم هنا لحاجة مهمة، مش أي حد يقول الكلام ده بدعة، ده لازم كلمة بدعة دي تطلع من المؤسسة الرسمية في الكنيسة. يعني في كنيستنا في مجمع مقدس، والمجمع المقدس ده أعلى سلطة تشريعية جوه الكنيسة، والمجمع ده في لجنة اسمها الإيمان، فمن خلال اللجنة ومن خلال المجمع يقولوا آه الكلام ده، يحطوا كده جوه برواز ويقول لك ده بدعة. لكن مش اللي رايح واللي جاي وأي واحد يطلع من دماغه يقول دي بدعة ولا هرتقى، مش ممكن. ولا يمكن أن نصف إنسان بهذه الصورة إلا من خلال الكنيسة. إيه مصدر البدع؟ البدع دائما تأتي من الفكر الخاص لبعض البشر، هو يحس في نفسه زي ما بيقول لنا الإنجيل هنا، يزعمون أنهم حكماء. حكماء يعني بيفهم أكتر من الناس، بيفهم أبو العريف. عارفين التعبير المصري أبو العريف؟ أبو العريف يعني إيه؟ عارف كل حاجة، هو عامل لي أبو العريف. طب ده الكنيسة فيها نظام وفيها أباء وفيها دارسين وفيها متخصصين، أقول لك لا أنا أبو العريف، ويقعد بقى يقول أي حاجة. المهم إن في ناس بتصدقه، البسطاء بقى. فهنا شوف تعبير بولس الرسول الجميل، يزعمون أنهم حكماء صاروا جهلاء. طيب، فالبدعة تنشأ من الفكر الخاص، الفكر الخاص بتاع الإنسان، والفكر ده هو تفسير خاص ورأي خاص. وعادة لازم نعرف كده أن الشيطان وراء كل بدعة، وهو يحرك ذات الإنسان، لأن دايما البدع والهرطقات تبدأ بذات إنسان، بإنسان ذاته مرتفعة، أو على الأصح يعني ذاته منتفخة، أو على الأصح ومتأسف استخدم التعبير الشعبي شايف نفسه. بيقولوا شايف نفسه إيه؟ حبتين، ما عرفش الحبتين دول ايه، لكن هم بيقولوا كده، شايف نفسه حبتين خلاص. تقول له حبيبي ده غلط، ده مش صح، ده القديس فلان بيقول، ده الانجيل بيذكر، كل ده حطه على جنب، مش شايف غير نفسه، مش شايف غير نفسه. عشان كده يجب ان ينتبه الانسان جيدا، بالذات من يقوم بمهمة التعليم. وهو نقول له ده انت الكلام اللي بتقوله ده يقسم الكنيسة، يقول بس ده رأيي، ده رأيي أنا. رأيك، رأيك يقسم الكنيسة وانت لسه متمسك بيه؟ طب ايه الشطارة في كده؟ يقول ايه؟ اسمع كده في رسالة تيموثاوس الأولى، في الأزمنة الأخيرة يرتد قوم عن الإيمان تابعين أرواحا مضلة وتعاليم شياطين في رياء أقوال كاذبة موسومة ضمائرهم. تعليم شياطين.